السلام عليكم، كدايرين؟ كلشي بخير. اليوم غادي نديرو غريبه ديال الكوك والسميده الرقيقه. نتوما كما كتشوفوا معايا عندي هنا جوج كيسان ديال السميده الرقيقه، كاس معمر ديال الزيت، هنايا كاس وربع، كاس وربع ديال السنيده، وهنايا كما كتشوفوا عندي 250 غرام ديال الكوك، زليا جوج زليف. نتوما كما كتشوفوا هذا اللي تيكون مزيس، نتوما كما كتشوفوا معكس وبيديه، وكما كتعرفوا كاين بعض المرات كيكون مزيت وهو راه رخيص، باش كنعرفوا الزوين ديال الحلويات من سميتو بالثمن ديالو. فاش كنلقاو الثمن ديالو غالي زايد، كنعرفوا بان هذاك هو الكوك الزوين. كما كتشوفوا انا درت قبيصه ديال الملح، غادي نستعمل ثلاثه البيضات بدرجه المطبخ، غادي نستعمل معلقه كبيره ديال العسل، اللي ما عندوش يستعمل الكونفيتير، انا كنستغنى على الكونفيتير، كنفضل العسل. وغادي نستعملوا فيها معلقه ديال الزبده، نتوما غتشوفوا معايا معلقه ديال الزبده كتجي فتيه، كتجي رائعه. ضروري البنات ما نطحنوها، ضروري يا اما في الكاس ديال المولينيكس يا اما بهاد الطحان هذا، حيت ضروري باش تطلع لينا بحال كيكه. الا ما ذوبناش سنيده مع البيض حتى يولي بيض، راه ما غاديش تطلع لينا الحلوه. المهم هذه فكره، ضروري خصنا نطحنو مزيان، حتى الفقاس ضروري ما نطحنو فيه سنيده مع السكر والبيض، نطلعوه مزيان عاد نستعملوه، عاد نبداو نضيفو المقادير الاخرى. انتم كما كتشوفوا ضفت هنايا عشق كبير ديال العسل، الزبده، كلشي غادي نضربو دابا نخلطو، وغادي تشوفوا معايا السميده. كما كتشوفوا السميد الرقيق ديال المسم ديال بغرير ديال سميتو، المهم هذاك الرقيق ماشي الفينو، ماشي الدقيق، الفينو، السميده الرقيقه ديال اللي كنصايبو بها البغرير وكنصايبو بها الحرشه. ها انتما كما كتشوفوا غادي نخلط مزيان، غادي تذوب ليا سنيده، وغادي نساجمو ليا العناصر كلهم، عاد غادي نبدا نضيف الكوك وندلك مزيان، وعاد نضيف السميده. هنايا غادي ما غاديش نستعمل جوج خمارات كما غادي تشوفوا معايا، بحال غنستعمل خماره وربع، ما نديرش النص. نتوما كتشوفوا طحنوا مزيان، خاص نبقاو نطحنوا حتى يولي القوام ابيض، نعطيوه الخاطر، خاصو ضروري يطحن. ولا ما طحنتيه لا في الكاس ديال المول في المولينيكس لا في هذا، اعطيه اليد مزيان بالفويح حتى تذوب لك سنيده. هذه قاعده ديال الغريبه. صافي نتوما كتشوفوا من بعد ما داب ليا، غادي نضيفوا دابا قشور ديال الحامض. انا مفضلت نستعمل القشور على انني نستعمل داك الروح ديال الحامض، تيجي حتى هو بالقشور تيجي زوين. نتوما كما كتشوفوا نستعمل الكوك ديالي، صافي، وغادي نبقى ندلك فيها مزيان. نتوما كتشوفوا الكوك ديالي غادي نبقى ندلك، خاصها ضروري الكف، غادي نبقى ندلكها، وغادي نضيف ليها السميده ديال الرقيقه كما قلت لكم ديال الحرشه وديال البغرير. انتما غتشوفوا ملي غنبدا نخلط، غنخلي الخميره حتى الاخير، ملي غنبدا نخلط غادي تشوفوا معايا، واخا غادي تبقى تلصق في الايد، غادي نخليها واحد 5 دقائق وغادي نرجع ليها. كما كتعرفوا السميده كتشرب، انتما كتشوفوا ندعكوها مزيان، وغادي نضيف السميده، وغادي نبقى نضحك فيها مزيان. نتوما كتشوفوا نبقى نكتب غير الكف مزيان مزيان مزيان، نعطيوها الخاطر، هي عرفتي كتجي من الداخل معلكه، وكيجي فيها واحد المذاق زوين. كما غتشوفوا معايا غندخلوها للفران، راه ما كطيبش بزاف، نصيحه تاني ملي ندخلوها للفران نردو بالنا مع السكر، ما نخليوش حتى يذوب، كاين بعض الاخوات كيخليو السكر، يقولك خليها طيب حتى كيذوب السكر وكيتولي كراميل، راكم عارفين السكر كيذوب بسنيده، الا خليتوها بزاف غادي تذوب ليكم، وملي غادي تجيو تزولوها من لاطا غادي تكسر ليكم، وهي مع المده راكم عارفين مع السميده غادي تولي بحال 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 الحجر، ضربي بها شي واحد تعوريه، فهمتوا؟ هي ما كتبغيش العافيه بزاف، غادي نحطوها الفوق حتى تفقع ونرجعوها لتحت، صافي غير كتبان لينا تحمرات شويه كنحيدوها. صافي انا كنعطيها كندلك فيها مزيان، غادي ندير كما قلت لكم خماره وربع، ما غاديش ندير النص،
شوف الرباقه كتلصق ليا في اليد. المهم هذا هو العبار، عطيتكم العبار مضبوط، جوج كيسان 250 غرام ديال الكوك، انا باقي كندلك فيها. الصراحه هذه كتجي زوينه ومع دوك القشور ديال الحامض كتجي رائعه، كتجي فنه. انا دابا غادي ندير الخمارات وندير وحده، هادو ما فئة 7 غرام، هادو بحال غادي نكمل هذاك الربع باش تكمل ليا 10 غرام، غير شويه باش تكمل ليا 10 غرام صافي. وغادي نبقى تاني نخلطها مزيان حتى تنسجم ليا الخميره مع المقادير كلشي. شوفوا شحال انا خليت فيها، درت غير شوشتو صافي. دابا غادي نخلط مزيان باش تدخل ليا الخميره صافي، وغادي نخليها حتى باقا كتلصق، غادي نخليها حتى تشرب ليا شويه غير 5 دقائق. وغادي ندير طويسه فيها المزهر، اللي ما عندوش المزهر يستعمل غير الماء، هذاك المزهر تيعطيها حتى هو واحد المذاق، تيعطيه مذاق زوين، كيتواتى هذاك المزهر كيتواتى مع السكر الثقيل ومع الكوك. كما قلت لكم ثاني كنختاروا النوعيه ديال الكوك، النوعيه ديال السميده، وحتى النوعيه ديال السكر كلاصي حتى هو كيلعب دور في الغريبات. المهم انا نسيت ما وريتكمش التصويره ديال السكر كلاصي، راه صفر كاين الزرق، وهذا اللي استعملت انا صفر سبيسيال صفر وفيه خطوط زرقين، نسيت بغيت نصوره ساعتي نسيت. المهم هانتوما كتشوفوا كندخل الخميره مزيان صافي. غادي نقي ايديا دابا، نتوما كتشوفوا الرباقه كتلصق، غادي نقي ايديا وغادي نخليوها 5 دقائق صافي، 5 دقائق غير تشرب شويه كما كتعرفوا السميده راه كتشرب صافي. وغادي نرجع نتوما كتشوفوا ها هو السكر الثقيل، البنات غربلتو ضروري ما خصو يتغربل. كنسرد ايديا وكنبدا نكور كره على حسب ما درتهم بين وبين صافي. وغادي نبدا نحط في نسرد ايديا ونكور، نتوما شفتو راه شربات، شفتو قبيله كانت باقا كتلصق في الايد ودابا شربات، حتى كما كنعرفو السميده راه كتشرب. غير احترموا هاد المقادير باش ما تقويوش، ماشي تقولوا راه كتلصق لينا اجي نزيد السميده ندير، لا قد ما غتبدي تزيدي في السميده قد ما غادي هي مع المده غادي تدير، غادي ما تبقاش فتيه، غادي تولي بحال غتيبس. نتوما كتشوفوا صافي، غادي نفندهم في السكر الثقيل ديالي ونسرد. نتوما كتشوفوا راه شربيت، راه ما بقات كتلصق في اليد ما والو، غير كان ما عنديش الميزان باش ناخذ به العبار ديالي. صراحه الميزان كيسهلها، لكن انا دابا غير كنستعمل غير عيني ميزاني، هي في الصراحه الا كان الميزان كديري عبار واحد كيجيو رائعين. نتوما كما كتشوفوا نكمل دابا صافي، نكمل وغادي نمرمدهم مزيان في السكر الثقيل ونحطهم في الطاوه ديالي. ما عنديش بابي سلفوري، اما داك ورق الزبده ما عنديش، غادي ندير غير ندهنها بالزيت، وانتم غادي تشوفوا معايا راه ما غادي تلصق ما حتى شي حاجه، غير ندهن الطاوه غير بشويه ديال الزيت صافي. انا دابا غادي نبدا غنبدا نهز نخليه فيها السكر الثقيل ونحط في الطاوه ديالي كما قلت لكم مدهونه بالزيت، وندخلوها الفران على درجه 150. بعد الفران خصو يكون سخون باش ما فهمتي باش العافيه تصدمها وتفقع علينا، الا كان الفران بارد ما غاديش تفقع صافي. ملي كان دابا الفران راه كيسخن على درجه مرتفعه، غير غادي ندخلها غادي نهبط الحراره ل 150 صافي. دابا غادي نحطها دابا في الطاوه ديالي، كما قلت لكم كنأكد على ما تخليوش الحلوى بزاف في الفران حتى تذوب لكم السكر الثقيل ويولي كراميل، راه الحلوى ما غاديش تصدق لكم، واصلا ما غاديش تبغي تهز ملي غادي تزوليها هذاك السكر، راكم عارفين ملي كيولي كراميل راه كيولي بحال بلاستيك، غادي يلصق لكم الحلوى وهي فيها السميده يوم ولا يومين تيبس وما غاديش تبقى طريه. هي راكم عارفين هاد الغريبه ديال السميده والكوك خصها تبقى معلكه وتبقى رطبه، غير ديريها في فمك تذوب. المهم هادو هما النصائح اللي كنقدم في هاد الحلوى هادي،
كنتمنىكم تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم. هذا كل ما اتمناه. صافي دابا غادي نكمل الطاوه ديالي، واخا دابا هادي غندخلها طيب، وغنبقى نكور الطاوه الاخرى واخا تبقى راه ما كثر ليها حتى شي حاجه، غادي تبقى حتى طيب الاخرى. المهم الاخرى غير غتشقق ليا الفوق، غنهبط لتحت طيب شويه لتحت، والاخرى غادي ندخلها. شوف ما غتشوفوا راه خرجت ليا كميه زوينه، خرجت ليا تفصيل زوين بهاد المقادير هادو. المهم انا غادي نكمل وغادي نضغط عليها من الفوق، انا كتعجبني كنضغط عليها بالملعقه بالعاشق غير الفوق بحال هكا، هانتوما كيما كتشوفوا بحال هكا كنضغط عليها، كتعجبني ديك التشقيقه قبل ما تدخل. صافي وغادي ندخلها الفران حتى طيب، وكنأكد على السكر ما نخليش حتى يتكراميليزا، حيت الا بقات تتكراميليزا راه غادي تعرفوا الحلوى ديالكم ما غاديش تزول بسهوله، وغادي تمحنكم وما غتعطيكمش النتيجه اللي كتمنوا. صافي دابا غادي ندخلها الفران على درجه قلت لكم 150، مشغل عليها دابا غير الفوق كما كتشوفوا، دخلتها شغلها عليها غير الفوق درجه 150، مشغلها عليها غير الفوق كما كما كتشوفوا. صافي غادي نخليها حتى تبدا تشقق، وانا غادي نوريها لكم نيت من الدجاجه كما كتشوفوا. من بعد ما بدات كتشقق ليا صافي دابا غادي نهبطها لتحت حتى توجد ليا، هانتوما كتشوفوا من بعد ما وجدات هانتوما شفتوا راه زولت الطاوله الاولى راه ما لصقات ليا حتى شي حاجه، بالحق خليوها حتى تبرد، ماشي غير تخرجيها من الفران وتقولي لا، خليها حتى تبرد باش السكر يبرد والكوكي يبرد والسميده تبرد، فهمتي؟ باش يبردوا يشدوا فريوسهم عادي يمكن لك تزولي. هانتوما شوفوا هانتوما طايبه من التحت شفتوها، طايبه من الفوق، ونصبروا عليها حتى طيب. المهم صبروا عليها عفوا نصبروا عليها حتى تبرد، نمشيو نقضيو شغلاتنا ونخليوها حتى تبرد ونجيو نزولوها. كنتمنىكم تجربوها بصراحه، راه كيجي مذاق واعر، وعرفتي فاش بدات كطيب بهذوك القشور ديال الحامض ما نقولش لكم ريحتها عمرات الدار. هانتوما تشوفوا شو هاد المقادير ديال ثلاثه البيضات، بصراحه خرجوا لي تفصيل زوين، كنتمنىكم تجربوها، وهي الصراحه كتبقى انا المحبوبه عندي هذه ديال الحامض والسميده والكوك، عرفتي مع ديك النسمه ديال المورد ما نقولش لكم كتجي رائعه. نتوما شوفوا شفتوا السكر ما خليتوش حتى تكراميليزا، ردوا معها البال فران على درجه 150 وردوا ليها البال. هانتوما كتشوفوا معايا كي جات، شفتوا ملي كنخليها تبرد كتزول ليا بكل سهوله، شتو هانتوما مبغيتش نقطع الفيديو باش تشوفوا. بالنسبه لكاينين البنيتات اللي كيبغيوها وما كيعرفوش كيفاش يديروا ليها، المهم انا ما بغيتش نقطع باش تعرف. هانتوما شتو خليوها حتى تبرد عاد زولوها، وبالصحه والراحه، وما تنساوناش بلي كومونتير زوينين تابوناو عندنا في لاشين. هانتوما شتو ما كتلصقش بالحق، خليها حتى تبرد على خاطرها، ما تزربي عليها ما حتى شي حاجه. نتوما شتو كتجي مفقعه وكتجي معلكه من الداخل ما نقولش لكم، كتجي طريه شتو البنات كتجي طريه فنه. مع السلامه.